السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ شاومي دايما في الفترة الأخيرة دايما بتطور من نفسها، دايما قادرة انها تبهرنا، ودايما برضه بتنزل موبايلات بسرعة رهيبة جدا. لسه في الفيديو اللي فات اللي هو نزل قبل الفيديو ده على طول كنت بتكلم على أحسن موبايل للألعاب تقدر تشتريه تحت سعر 5000 جنيه، وهو طبعا البوكو اكس 3 برو. لو انت ما شفتش الفيديو لحد دلوقتي هسيب لك اللينك بتاعه في الاي اللي فوق هنا، يا ريت تخش تشوفه. اتكلمنا فيه عن كل التفاصيل بتاع الموبايل، كل العيوب، كل المميزات، وكل حاجه ممكن تفيدك في الفيديو ده. فلو انت عايز موبايل الالعاب ده هيكون افضل اختيار ليك، وقف دلوقتي الفيديو وروح شوف الفيديو ده هيفيدك جدا. اما بقى لو انت بتدور على موبايل كده خفيف، موبايل شيك، موبايل كده إليجنت بمعنى اصح، زي مثلا ما الشركات بتدي لك، مثلا شركه اوبو بتدي لك موبايلات خفيفه رفيعه، مسكتها بتكون ممتازه وحجمها بيكون في المتوسط كده. وفي الحقيقه مش اوبو لوحدها اللي بتعرف تعمل موبايلات بالوان ممتازه بتصميم كويس، وكمان وزنها وسمكها خفيف جدا. شاومي بتنزل لنا موبايل باسم مي 11 لايت. الموبايل ده المفروض انه هيتعلن عنه في مصر كمان يوم كده او يومين، ومن اهم مميزات الموبايل ده ان هو جايب وزن 157 جرام وسمك 6.8 ملم، وده حرفيا يعتبر من اخف الموبايلات وارفع الموبايلات اللي ممكن تشوفها حاليا. بالاضافه ان الموبايل ده واخد كتير جدا من تصميم الموبايل الفلاجشيب بتاع شاومي الجديد المي 11، جايب بنفس فكره التصميم كده، بنفس فكره البوكس بتاع الكاميرات، بنفس الظهر والالوان الروشه جدا. بالمناسبه الموبايل ده هينزل منه الوان كتير جدا وكلهم اروش من بعض. الموبايل ده كمان هيجي بحجم متوسط نوعا ما، مش كبير اوفر ومش صغير. مقاس الشاشه بتاعت الموبايل ده هيكون 6.55 بوصه، الشاشه دي هتكون من نوع اموليد وهتيجي بريفرش ريت 90 هرتز، بالاضافه اللي هتدعم ال1 بت كلر، بالاضافه لدعمها الاتش دي ار 10 وسطوعها بيوصل ل 800 نتس، وبالتاكيد طبعا دقتها تكون فول اتش دي بلس. الشاشه جايه بتصميم الهول بانش، ولكن هنا على الشمال فوق مش في نص الشاشه زي ما اتعودنا من شاومي في الفتره الاخيره، وحواف الشاشه هنا ممتازه جدا وصغيره. من الحاجات برضو اللي ممكن تميز الموبايل ده عن باقي المنافسين اللي موجودين فئته السعريه، ولكن هي مش حاجه جديده برضو على شاومي، ان الموبايل ده هيجي بمعالج سناب دراجون 732 جي، وده اللي انا متوقع له. الموبايل ده في منه نسختين، نسخه 4G ونسخه 5G، وانا متوقع ان النسخه 4G اللي بمعالج سناب دراجون 732 جي هي اللي هتنزل مصر، ولحد ما يتم الاطلاق بتاع الموبايل تقدر تقول ان النسخه 4G هي اللي ممكن تنزل هنا مصر. لكن ما نستبعدش برضو ان شاومي ممكن تفجر مفاجاه وتنزل النسخه 5G اللي هتيجي طبعا بمعالج افضل. والموبايل ده هيتميز في نقطه كمان، وهي نقطه الكاميرات، لان الموبايل ده جايب سيت اب كاميرات محترم جدا. الكاميرا الاساسيه في الموبايل ده هتكون 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، وعندك 8 الترا وايد بفتحه عدسه 2.2، وعندك الكاميرا الثالثه هنا هي 5 ميجا بكسل لتصوير الماكرو. واجمد حاجه في الموبايل ده انه يقدر يصور لك 4K 30 فريم، وهيكون هنا في تثبيت EIS. واما عن الكاميرا السيلفي في الموبايل ده فهتكون 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.5. الموبايل ده طبعا هيكون داعم للNFC، بالاضافه ان الموبايل ده برده هيكون فيه ستيريو سبيكر. لكن برضه للاسف في حاجه مهمه اتشالت من الموبايل ده، ان هو ما فيهوش مدخل 3.5 ملي، ومش هيكون عندك 3 مداخل هنا، هيكون عندك مدخلين بس، يعني هتركب كارت ذاكره خارجي مع خط او خطين بس. وبالنسبه لوسائل الامان في الموبايل ده هيكون عندك الفيس اي دي في الكاميرا الاماميه، والبصمه اللي جايه في زرار الباور. واخر حاجه بحترم شاومي وبحييها عليها جدا، ان هي حاطه بطاريه 4290 ملي امبير على سمك الموبايل ده، دي حاجه كويسه جدا وممتازه برضه. وبالتاكيد هيكون عندك سرعه شحن 33 واط، والشحن هيجي مع الموبايل في العلبه. واما بالنسبه لتوفر النسخ فالموبايل هينزل منه 3 نسخ، 6 رام 64 ذاكره داخليه، 6 رام 128 ذاكره داخليه، او 8 رام 128 ذاكره داخليه، وكل دول نوع الذاكره الداخليه هيكون يو اف اس 2.2. لكن ده برضه مش معناه ان الثلاث نسخ هيتوفروا في مصر، لسه مش عارفين لحد الان. اتوقع نسخه ال 8 رام 128 ذاكره داخليه هي اللي ممكن تنزل، وبرضه في احتمال كبير ان الثلاث نسخ يكونوا موجودين. والموبايل ده هيجي بثلاث الوان روشين جدا، هو اسود وبينك وبلو. ولما تبص على سعر الموبايل هتعرف ان السعر المعلن بتاع الموبايل ده هو في حدود ال 300 دولار، يعني من الاخر كده في حدود ال 4600 جنيه مصري، يعني نفس فئه سعر الريدمي نوت 10 برو. وطبعا لو نزل في الفئه السعريه دي انا شايف ان هو هيكون اختيار ممتاز جدا للناس اللي مش عاجبها بقى الموبايلات الثقيله، الموبايلات اللي بسمك معرفش ايه والبروز والحاجات دي. هنا الموبايل خفيف جدا، جاي بتصميم شيك جدا، وبروز الكاميرات يعتبر مش موجود اصلا. فانا متحمس جدا لتجربه الموبايل ده، وهننتظر الموبايل ده ونجرب الموبايل ونشوف بقى كل حاجه فيه ونقارنه مع الموبايلات الموجوده في نفس فئته السعريه. ولكن اقدر اقول لك كده انا متحمس فعلا للموبايل ده، لان دايما سلسله المي بتكون كده مصروف عليها اكتر، بتحسها كده موبايلات بريميوم اكتر. وبس دي كده كل حاجه عن فيديو النهارده، ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب. يلا اشوفك في فيديو جاي ان شاء الله، سلام.